بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الرابع والعشرين الخاص بأساسيات السي شارب، اللي رح نحكي عن الميثود اوفررايدنج فيرسس ميثود هايدنج. أنا محمد إماد عرفي، في هذا الدرس رح نتعلم عن الفرق ما بين الميثود اوفررايدنج والميثود مين هايدنج. خلينا نشوف هذا الحكي بشكل مين عملي. أو خلينا نجي ننشئ هنا كلاس، تمام؟ رح نحكي هنا public class، رح نحكي هنا اسم الكلاس اللي هو base class. داخل هذا الكلاس رح ننشئ method، رح نحكي هنا عمليا مين public void، اسم هاي الميثود عمليا مين print، وبداخل رح نحكي هنا عمليا مين console dot write line. رح نحكي هنا اللي هو message اللي هي I am a base class print method. اوكي، زي ما احنا شايفين. الان بعد هيك خلينا ننشئ another mean class، خلينا نحكي هنا public class. هذا الكلاس اسمه مين derived class، تمام؟ داخل هذا derived class في عندنا كذلك الامر print method، فرح نيجي نحكي هنا public void، اسم هاي الميثود عمليا مين print، وعمليا ما بتاخذ اي parameter. رح نستخدم عمليا مين console dot اللي هي console dot write line. رح نطبع داخلها اللي هو I am a derived a class print method. اوكي، زي ما احنا شايفين، تمام. الان خلينا نجي اذا لاحظنا في عندنا مين بيز كلاس في داخل برنت ميثود، في عندنا ديرايفد كلاس داخل مين برنت ميثود، وهي الديرايفد كلاس بتراث من البيز مين كلاس. خلينا نجي ننشئ هون عمليا اللي هو خلينا نحكي كلاس ريفرنس مين فاريبل. فخلينا نجي ننشئ هون عمليا خلينا نجي نحكي هون انه في عندنا عمليا مين فاريبل من نوع بيز كلاس. فخلينا نجي نحكي هون عمليا مين بيز كلاس، انشأت هيك عملنا عمليا او عملت ديكلاريشن ل variable اسمه بي من نوع مين بيز كلاس. هذا البي من نوع بيز كلاس راح يعمل عمليا مين بوينتينج على child class اسمه derived مين class، تمام؟ احنا ذكرنا انه انه انا في عندي بيز وفي عندي عمليا مين child class، تمام؟ اذا بدي انفذ الميثود الموجوده داخل child class، تمام؟ بالتالي لابد اني اخلي هاي الميثود احطها عمليا ك virtual زي ما تعلمنا في الدرس السابق، واخلي هاي الميثود هي عمليا مين over مين write زي ما احنا شفنا. الان بالتالي اذا صار بامكاني اني انادي عمليا ميثود موجوده داخل ال derived class، تمام؟ وحتى لو كان في عندي هون عملية مين بيز كلاس بعمل عمليا عليها بوينتينج، تمام؟ هذا هو ما يعرف بالبوليمورفيزم، انه في عندي عمليا انه صار بامكاني اني انادي derived class method، تمام؟ زي عندنا هون الحالة هي كانت b.print method، صار بامكاني اني انادي عمليا مين child class مين method عن طريق مين اللي هو بيز كلاس مين variable زي ما احنا شفنا. هذا يعرف مين بالبوليمورفيزم، فكان لابد اني عمليا اخلي الميثود الموجود داخل البيز كلاس ك virtual، واللي داخل الديرايفد كلاس كمين كاوفررايد. بالتالي انا عمليا هاي الميثود هي بتمثل عمليا مين اوفررايدن من مين من هاي الميثود، تمام؟ فانا عمالي بعمل مين اوفررايد لمين لهاي الميثود، وهي زي ما احنا شايفين الاوفررايد منها، تمام؟ الان مجرد ما اعمل كنترول واي 5 راح ينادي لي هي اي ام ا ديرايفد كلاس برنت مين ميثود زي ما احنا عمليا مين شايفين. الان هذا هو عمليا ما يعرف بالميثود اوفررايدنج. طيب شو بالنسبه الى الميثود مين هايدنج؟ ميثود هايدنج انا عندي هنا بيز كلاس وعندي هنا تشايلد كلاس، هنا في عندي برنت وفي عندي هنا عمليا مين برنت. اذا بدي استخدم البرنت الموجوده داخل الديرايفد كلاس، مع التالي لازم اخليها عمليا مين نيو، لابد اني استخدم عمليا مين النيو كي ورد. الان النيو كي ورد عمليا راح هاي الميثود تقوم باخفاء اللي هو عمليا مين البرنت ميثود الموجوده داخل مين داخل البيز مين كلاس. لكن بدنا ننتبه لشغله، انه احنا في الميثود هايدنج حكينا اذا بدك تستخدم صح انه هاي الميثود الموجود داخل الدرايفد كلاس لابد لازم تعمل، او حكينا احنا في الدرس الخاص بالميثود هايدنج انه هاي الميثود عمليا راح تقوم باخفاء الميثود الموجود عندنا مين في البيز مين كلاس، صح؟ ولكن حتى اذا بدي استخدم الميثود الموجوده داخل البيز كلاس نفسها، حكينا انه في عندنا ثلاث طرق. الطريقه الاولى نستخدم البيز كيورد، والطريقه الثانيه نعمل عمليا نستخدم التايب كاست اوبريتور، او الطريقه الثالثه انه نخلي عمليا مين اللي هو بيز كلاس فاريبل يعمل بوينتنج على مين على ديرايفد كلاس. وزي ما احنا شايفين انه هنا مين بيز كلاس مين فاريبل بيعمل بوينتنج على مين على ديرايفد مين كلاس. اذا بهاي الحاله عمليا لن يتم منادات مين هاي الميثود، بل سيتم منادات مين هاي الميثود. الجواب او السؤال ليه؟ لانه عمليا انا في عندي هنا بيز كلاس مين فاريبل بعمل بوينتنج على ديرايف مين كلاس. اذا هذا هو عمليا مين الفرق ما بين اللي هو الميثود اوفررايدنج والميثود عمليا
وزي ما احنا ذكرنا الميثود اللي هي هايدنج والميثود مين اوفر رايدنج. تمام، فخلينا نعمل كنترول واف 5 فنلاحظ انه عمليا اعطاني اللي هي اي ام ابيز مين كلاس مين برنت مين ميثود. اذا اللي بدي احكي لك اياه بشكل مختصر، اذا كان في عندي عمليا اللي هو خلينا نحكي كلاس ريفرنس مين فاريبل بعمل بوينتنج على تشايلد مين كلاس، تمام، وكنت انت عامل عمليا مين اوفر رايدنج، بالتالي عمليا بالتالي انت كنت عامل override من هاي الميثود، بالتالي عم يجي من الاوفررايدن من هاي الميثود الموجود داخل الشايلد كلاس هو اللي راح يتم تنفيذه. اما اذا كنت عمليا عامل ميثود مين هايدنج وعمليا كنت انت هنا في عندك كان بيز كلاس ريفرنس فاريبل بيعمل بوينتنج على الدرايفد كلاس، فبالتالي سوف يتم منادات ما بداخل مين الايش ما بداخل اللي هو البيز كلاس ممبر. تمام، بالتالي راح يتم منادات عمليا مين البرنت ميثود الموجود داخل مين داخل البيز كلاس. أخيرا thanks for listening and have a great day.